أنا طبعا ننفي وجود هذه المادة بناء على الدراسات التي تمت منذ سنة تقريبا، حيث قمنا بسحب عينات حوالي 404 عينة خبز وحوالي 40 عينة دقيق وعشر عينات من المحسنات المستخدمة في المخابز في صناعة الخبز. ونتائج التحليل لدينا أظهرت عدم وجود هذه المادة في أي من هذه المنتجات، ولكن للأسف حاليا يتعرض مركز الرقابة على الأغذية الأدوية لحملة كيدية ضد الجهة الشرعية اللي هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اللي هو الجهة الشرعية للرقابة على الأغذية وحماية المستهلك. طبعاً إحنا طبعاً كمركز الرقابة على الأغذية والأدوية نشتغل بقوانين، وعندنا قانون لازم ملتزمين به لحماية المستهلك. فنحن عندنا المواصفات القياسية هي القانون الخاص بنا في العمل نتاعنا. طبعا احنا عندنا المواصفات، قمنا طبعا بسحب العينات والعمل عليها حسب المواصفات القياسية اللي موجودة، اللي هي الليبية اللي موجودة عندنا، اللي هي عندك طرق أخذ العينات اللي هي مواصفة رقم 256 من مواصفة الليبية لطرق أخذ العينات الدقيق. أيضا عندنا اللي هو الاشتراطات القياسية للمحسنات رقم 822 لسنة 2015، وأيضا عندنا اللي هو المواصفة القياسية رقم 274 الخاص بالخبز والطحين، وهي هذه المواصفة تعطينا الطرق الخاصة بالكشف على هذه المادة، أو وتعطينا أيضا إذا كانت موجودة أو لا حسب الطريقة اللي موجودة في المواصفة. طبعا هذه المادة تم حظرها سنة 2005 بقرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة سابقا رقم 475 لسنة 2005، وتم تجديد هذا الحظر في قرار وزير الاقتصاد رقم 258 بشأن استمرارية حظر هذه المادة. أيضا هناك مواصفة تتكلم على حظر هذه المادة أتت سنة 2015، ظهرت سنة 2015. طبعا انا نطمن الشعب الليبي، راهو الكلام اللي نشر وتم تداوله غير صحيح، بل بالعكس هو شكل كيدي، والله اعلم شنو المراد منه. ولكن النتيجه انا كمهندس قمت بتحليل هذه الماده لمده سنه وثلاث شهور على فترات، يعني تمينا نسحبه في عينات على فترات متراوحة حتى نتجنب وجود تهريب أو أي شيء من هذا الكلام. أنا نقول لكم أن العينات اللي تم سحبها وتحليلها لم يكن فيها أي أثر لهذه المادة. هذا شيء. الشيء الثاني، في جهات أخرى قامت بتحليل هذه العينات، سواء بإرسال العينات من قبلنا لهذه الجهات أو هم قاموا بعملية التحليل من عندهم، فأعطت نفس النتائج. وهذه الجهات عندنا اللي هي جامعة بغازي، كلية الطب الصحة العامة، قامت بتحليل عدد من العينات وأعطت نفس النتيجة اللي إحنا أعطيناها. أيضا في اللي هو شركة القمة الليبية، ليبيا، قمة ليبيا الأولى في البيضاء، أيضا قامت بتحليل هذه العينات ولم تعطي وجود لهذه المادة. طبعا نتيجة لهذه الحملة الكيدية أصبح المواطن
يعني عنده هلع وعنده خوف من المنتجات الخبز وهذا الكلام. والمفترض أن الجهات ذات الاختصاص تقوم بمحاسبة هؤلاء الذين ليس لديهم أي شرعية، سواء بسحب العينات بطرق غير صحيحة وإرسالها إلى خارج ليبيا بطرق غير صحيحة، وتحليلها في جهات غير قانونية بالنسبة للقانون الليبي. يجب محاسبة هؤلاء. وطبعا قامت اللي هو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بإرسال رسالة إلى النائب العام بالخصوص.